رغم التأكيدات السورية لا استخدام للأسلحة الكيميائية والتأكيد الروسي على ذلك، تبدو المخاوف جدية من إطلاق هذه الأسلحة عبر الطائرات أو عبر المدفعية. المجلس الوطني السوري دعا العالم إلى التحرك قبل وقوع الكارثة، وقال رئيسه جورج صبرا إن الخطر لن يقتصر على سوريا وجوارها المباشر، بل سيحدث خللا في منظومة الأمن العالمي. ومن تركيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد معارضيه سيكون جريمة شائنة بحق الإنسانية. من جهته، أكد الصليب الأحمر الدولي أنه على اتصال بالحكومة السورية بشأن هذه الأسلحة. وفي سياق الأزمة الدموية، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من إيرلندا الشمالية كل من لهم نفوذ في سوريا إلى العمل معا، موضحة أن محادثات دبلن الخميس مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف والإبراهيمي لم تؤدي إلى تحقيق أي اختراق. ميدانيا، هذه اللقطات تعكس واقع الحال، حرب مستعرة بين المقاتلين المعارضين الذين يخوضون حرب الشوارع ويحصنون المدن ويزحفون صوب العاصمة، وبين الجيش النظامي الذي يقاتل بطائراته ودباباته لتحرير المدن، فيما يشتد القتال في العاصمة وضواحيها. المرصد السوري نقل عن ناشطين ميدانيين أن جيش النظام يقصف البساتين المحيطة بدرية ومعظمية الشام، وذلك بعد نشر تعزيزات كبيرة استعدادا لهجوم على ما يبدو. شمال البلاد، يحاصر مقاتلو المعارضة مطار مينغ ويقومون بقصفه بقذائف الهاون، بينما قطعت الكهرباء عن معظم بلدات محافظة حلب. أما في شأن التظاهرات الأسبوعية، فقد خرجت حاشدة في جمعة لا لقوات حفظ السلام على أرض الشام، وأكد الناشطون أن هذه القوات مهمتها الفصل بين المتحاربين، وهي بالتالي تؤخر حسم الأزمة السورية. في قضية اللاجئين، تفقدت المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي مخيم الزعتري في الأردن الذي يزوره أيضا بان كي مون.